روى البخاري وغيره عن ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير إثم؟ قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما. هذا الحديث حجة بعد كتاب الله تعالى على إثبات عذاب القبر، والحمد لله رب العالمين.